ساعتها كان المقاولين العرب افريقيا و... ومنافس واسماء كبيره طبعا. احنا السنه اللي خدنا فيها الدوره كابتن اسامه كاسبين الاهلي ماتشين ذهاب واياب، يعني النادي الاهلي واخدين منه كان ساعتها الماتش ببنطين، واخدين من النادي الاهلي 4 بونت فرقوا معاه. الفرقه اللي كانت بتتعادل معانا على ملعبها كان يعني بتعادل مع المقاولين. لا المرحله دي مش هتوصل تاني في المقاولين العرب. يعني كابتن علاء نبيل برضو يعني من الجيل اللي راح اولمبياد لوس انجلوس برضو 84، لكن في مشوار البطوله ليك هدف يعني غالي. ماتش الجزائر. الجزائر ماتش الجزائر كان هدف، كان انت لا تتخيل الجمهور كان عامل زيه ميها، العواميد مش باينه من الناس. وبعدين بتلعب اولا هتخش اولمبياد، دي على فكره كانت اخر بطوله اولمبيه تتلعب بكبار. بعد كده بقت 23 سنه. فدي كان اخر بطوله وبنلعب مين بقى؟ الجزائر. فكان الماتش المقصوره كان فيها 8 وزراء كابتن اسامه. المقصوره كان فيها رئيس الوزراء و8 وزراء، والماتش كان عالمي يعني، كان واخد اهتمام الناس بطريقه غير طبيعيه. فرحه كبيره، محمود الخطيب بيجري ورايا من فرحته، وعلي شحاته اكرامي كان في الاحتياطي وجي جري وشوق غريب، وعلي شحاته ومجد عبد الغني. وبعدين مجد خد علقه يوميه جامده جدا وفرحان فيه لغايه دلوقتي. بس فالماتش ده ما اقدرش انساه باي حال من الاحوال. الماتش ده وصلنا الاولمبياد، ولا برده كان ليه هدف في تونس برده، وصلنا الى نهايات امم افريقيا كانت في كوت ديفوار. دي برضو كان ليها هدف في تونس برضو. كان دي كانت تاني مباراه دوليه العبها. اولانيه كانت في الكونغو برازافيل، وتاني مباراه كانت ليا مع منتخب مصر في ضد تونس، وجبت الجون وكسبنا 1-0 بالجون ده. طب قول لنا بقى الكواليس الحلوه، خاصه انتوا في المعسكرات والجيل العظيم ده، كابتن الخطيب، كابتن كرامي، الروح الحلوه اللي كانت في المعسكرات. خطيب على فكره ليه مقالب جميله جدا. وكنا دايما بقى ايه العشاء بالليل بقى، كان بيبو يموت في الاكل. ونجيب الحلويات عن طريق انا عشان صحابي تربيه عمر حلويات يعني. فكان الحلويات تجينا، ده دخل الحاجات دي في المعسكرات بالليل بقى. وبيبو يجيب الحمام بقى بالليل ومش عارف ايه، ونتجمع بقى. كنت دايما الرباعي اللي كنا مع بعض على طول في كنت انا ومحمود الخطيب وكرامي وعماد سليمان. نقعد بقى ونطلع الاكل والحلويات والحاجات دي كلها. في بقى موقف مش هقدر انساه. ده بجيبنا سيره الاكل بقى. كنا في لوس انجلوس. وفي شاب مصري هناك جميل جدا كان اسمه اشرف، عدى علينا وخدني انا وبيبو وعماد سليمان. وقال لك يعني هنخرج، كان في وقت راحه كده، وكان قال لك اللي عايز يخرج يخرج. فروحنا، فالمهم ايه، الراجل عايز يكرمنا، فوقفنا عند احدى المطاعم عشان ناكل يعني. كنا متعشين، احنا لسه بنفتح الباب ونازلين، فخطيب قال لنا ايه، انتوا جعانين؟ قلنا له لا يا بيبو مش جعانين، ما احنا جاوبتين. قال لك خلاص بقى احنا راجعين بقى. خدنا الموضوع، مشيت وما دخلتوش. مشينا وتوسحنا وكنا في من حته ثانيه. جه ثاني يوم بنقرا الجرايد، قال لك ده في المطعم اللي انتوا كنتوا تقفوا فيه واحد دخل برشاش. خلص على الناس كلها. خلص على الناس. ده كويس وما كلتوش وقتها. كويس ايه؟ ده احنا وقفت كده وش اصفر. ده اللي قال لنا بقى ايه، الولد الاشرف ده اللي هو المصري جه قال لنا احنا مشينا من هنا، وبعد نص ساعه دخل واحد برشاش خلص على الناس كلها. لولا الخطيب قال لنا احنا شبعانين كنا زماننا في كشف الاموات دلوقتي. بنديك الساعه كده. فدي من المواقف الجميله اللي هي يعني لا مش جميله، هي لا تنسى يعني. مواقف في مواقف حلوه يعني. بس فمواقف كان برضه الكابتن عبد الصالح الوحش مره واحنا في المحاضره. فبنتكلم يعني، فبنقول يا كابتن، بنقول له يا كابتن مكافئات. فكابتن ثابت الله يرحمه راح قال له يا كابتن محمد، كابتن كان بيقول له جاب الكابتن عبد، هي المكافئات مكافئات قليله واحنا مش عارف ايه. قال له غلط، انت بتلعب باسم مصر. قال له انا كابتن عبد اروح للجزائر اقول له اديني 2 كيلو عشان بلعب لمصر. فكان حد طبعا اقعد يا ولد يا ثابت اقعد. كابتن عبد كان صاحب فضل كبير عليه كابتن عبد الصالح الوحش، كان عنده قناعه كبيره جدا جدا بعلاء. برغم اللي كان مايكل ايفرت وقتها في المقاولين يعني كان ممكن يقعد كابتن علي نبيل، لكن عنده قناعه كبيره بيك وياخدك المنتخب، ويعني عنده اصرار كبير انك تكون موجود في منتخب مصر. عايز اقول لحضرتك حاجه، الفتره دي علمتني حاجات كتيره في حياتي. بالرغم ان انا عانيت الفتره دي وكنت بروح كل يوم مش شايف قدامي من ان انا ازاي ما بلعبش، وازاي الراجل بيعمل معايا كده وبتمرني،
لكن كان عندي اراده بقى، كنت بخلص تمرين واطلع على نادي الشمس اتمرن. وكان اداره بتستغرب وكانت تتكلم معاه، وكان هو كان لئيم جدا، كان يجي في ماتش من الماتشات القويه راح حاططني حاطك في ماتش تمام، وانزل اعمل ماتش عشان يحرجك يعني، ويروح قالب عليا تاني بس. ف وكان لعب كابتن عبد الله عشان بقى كان مقتنع بامكانياتي جدا، وكان مفيش معسكر الا لما يقول لك انت بتطبق اللي انا عايزه. فاتعلمت حتى لما في الوقت الحالي لما في اللعيبه بتيجي تقول لك كابتن ما بيلعبنيش، بحكي لهم القصه دي كويس. انا حصل معايا كذا كذا كذا. فكابتن عبد الله الوحشي بصراحه كان هي مدارس مختلفه، واحد بيقتنع بحاجه معينه. كابتن ابو صالح عمل نجوم كبار وساعدني، كان ليه دور كبير جدا، زي ما كابتن محمود الجوهري كان ليه دور كبير معايا في مجال التدريب. هنيجي يعني للتدريب دلوقتي، لكن لولا الاصابه كان الكابتن علي نبيل كان هيكون متواجد مع الجيل في في جيل 90. انا لولا الاصابه ودخلت، احنا هنتمرن تمرين خفيف وهنطلع من النادي على المحله، عندنا ماتش هنطلع ناخد دش ونتغدى ونركب الاتوبيس ونطلع على المحل. اخر دقيقه في التمرين كره مرفوعه عاليه وطالع بيها واحد طارق جميل من المحله، ربنا يمسيه بالخير كده، راح عامل لي امطره، رحت نازل على المفصل هنا. دي اللي بطلت بقى، قعدت حوالي 8 ساعات في العمليات. المفصل ده كله كان في الحته دي. وكان بقى ساعتها الاختيارات، انا كنت ماشي وكنت هداف الدوري، وكلمني كابتن محمود طبعا ما كانش فيه موبايلات اتكلم في البيت، والوالد رد عليه قال له على في المستشفى عمليه مش عارف ايه وبتاع. بس كابتن جوري بقى ساعتها قال لي قال لك انا في تخطيط اللي انت تبقى معايا خلاص، لكن كل واحد باخد نصيبه بقى. لكن الكابتن محمود الجوهري برضه فضل مصر على الكابتن علي نبيل، لكن بقى وانت مدرب. وانا مدرب اختارك ومن اهم الانجازات في تاريخ الكره المصريه البطوله اللي عمرها ما تتنسي، بطوله 98 اللي احنا في مركز 13 اللي الاعلام طلع مره واحده احنا في مركز 13، وكان الكابتن جوهري ما قالهاش. كابتن جوهري قال، كابتن جوهري كان ليه مشات مصطلحات ظريفه كده، يخش على قال احنا لو دخلنا على الجوازات هيقول لي انت مين، هقول له انا مصر ما دخلتش مش عارف كاس عالم من امتى، وهيقول لي لا 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 استنى انت في المركز 13 خش مش عارف ايه. فلقطوا ايه كلمه 13، قال لك ده جوهري بيقول احنا في المركز 13 هو ملهاش. وواحد الصحفيين الكبار قال يا جماعه الكابتن جوهري ما قالش كده، مشيت لان كان ساعتها كان فيه هجوم غير طبيعي يعني. وكابتن زكي قال لك خليها تمشي بقى. وكان معانا احد الصحفيين عمل استفتاء للبطوله. فاحنا على العشاء نزل، هو استاذن اللي هو يطلع اللعيبه ياخد منهم يعني فنزل على العشاء مندهش جدا، فقول له كابتن تخيل، قال له ايه؟ قال له كنا تقريبا حوالي 22 لعيبه او 23 قال له 20 لعيب قالوا هنوصل للنهائي وهناخدها، وثلاثه قال لك هنوصل للنهائي بس. تمام؟ فايه ايه فالكابتن جاب لي التفاؤل ده منين؟ كابتن قال له صدقهم. فكابتن زرع فيهم ان احنا رايحين نجيب البطوله ونرجع. طب الكابتن سمير عدلي بقى لما قال لكم الحجز، احنا الحجز يوم كذا والطيران يوم كذا؟ لا ده بقى جه احد اللعيبه عشان ما افتنش عليه، قال لي الحق يا كابتن اللعيبه زهقت وبداوا ايه بيتكلموا بقى ان هم يرجعوا بيلموا الشنط وبتاع. يا خبر ابيض، في حاجات توصلها وفي حاجات ما توصلهاش. رحت للكابتن جوهر، قلت له يا كابتن في موضوع مش حلو مش ظريف. قال لي ايه؟ قلت له حصل 1 2 3. بس قال لهم ايه؟ فطبعا هو ده عايز اقول حاجه يا كابتن، من اوحش التدريبات اللي عملها محمود الجوهر، لان الموضوع ده شغله قبل التمرين جدا. فاحنا راجعين في الباص قال لي ما تقلقش، واحنا على العشاء راح قاعد طبعا اوضه صغيره كده، قال لهم في خبرين، واحد كويس والتاني يعني. قال لهم انا بعت سمير يحجز. قال لهم نبتدي بايه؟ قالوا لك بتبتدي بالوحش. قال لهم انا بعت سمير يحجز طيران وبتاع. فطيران مفيش غير واحد مارس ده العود. اول طياره واحد مارس كان النهائي قبلها بيوم. النهائي قبلها بيوم يعني قاعدين البطوله كلها قاعدين. قال لهم احنا قاعدين بدا بقى ما نقعد والغربان تقعد تمشي من فوقينا وبتاع، هنقعد نتمرن ونلعب. و اللعيب بقى اللي عمل كده انا بعيني عليهم اللي عمل كده يعني ايه الحلم العوده راح. فرد هاني رمزي قال طب يا كابتن والخبر الحلو؟ قال لهم مندوب رئيس الجمهوريه كلمني وقال لي مكافئات ضخمه جدا
في حاله الفوز بالبطوله. وراجل يعني ما تتخيلوش استاذ الريس بتابعكم واولاده كلموني معنويات كبيره وقتها. بص اللعيبه خرجت من الاوضه عايزه تلبس وتنزل تلعب حاله. اللعيب اللي جه قال لي يا كابتن انتوا عبقريه. قال لي اللعيبه راحت في لعيبه فكت الشنط وطلعت اللبس تاني ورصوه. دي بص بطوله بوركينا فاسو دي اتقال عليها قصص كواليس. لا كواليس قصص. طب ما تقول لنا بقى كتعالى الكواليس الحلوه خاصه انتوا كنتوا كمان جهاز يعني ما شاء الله الروح ما بيكم كانت جميله. معاكم الله يرحمه الكابتن حسين حمزه كمان ده احنا جينا نزلنا طبعا وكلنا بقى عاملين حسابنا ان احنا نزيد بقى اوتيلات بقى والساونا والجاكوزي الساعه كام ولا نروح لقينا خمس نجوم. انتوا مفكرين رايحين على جوه خمس نجوم يا ريت نجمه شاليهات كده كل اربعه مع بعض وفي حته كده ومقفول باب من هنا باب من هنا يعني تتعاش يعني الجو اللي هو الاسري يعني. فالمهم ايه واحنا نزلنا بقى البتاع ففوجئنا بكميه اكل غير طبيعيه اللعيبه جايباها في الشنط. كل واحد جاب في الشنط بص كميه اكل غير طبيعيه. كابتن جوهر عمل ايه؟ كابتن جوهر راح ايه في التمرين قال لي ايه هجمع اللعيبه وانت وحسنين وسمير هاتوا له كل الاكل اللي في الاوضه. عملنا يعني انت هتدخلوا واللعيبه في التمرين اللعيبه في الاجتماع هتدخلوا الاوضه لا في الاجتماع مش هيخلص الاجتماع لما نخش. عارف فيلم جمال عبد الناصر لما قال لهم اتفضوا غير دخلنا لما قالوا دي ليسيبس في الفيلم قالوا دي ليسيبس ايه داخلين على الفيلم السوري. المهم خلص قال لك المعلمه بتاعتكم تخشوا عليا اعرف ان ايه الموضوع خلص. دخلنا طبعا طلعنا بلاوي اللي عامل واللي جايب والمهم ايه عملنا اوضه فظيعه كانت بقى انا ايه كنت قاعد مع حسنين وعلاء كانت علاقتي بيقول ايه قلنا نقعد بقى نضحك مع بعض وبتاع وخلي ايه الكابتن جوهري وفتحي وبتاع قاعدين مع بعض. المهم ايه كان في موقف ظريفه كان اسامه نبيه والدته عامله له برطمان رنجه كده عالمي بالبصل وحاجه جميله جدا. المهم ايه دخلنا طبعا فتشنا الاكل ولا حاجه دي كلها طبعا البرطمان الرنجه ده اللي دي معايا رحنا فاتحينه انا وحسنين وعلاء وفتحنا وكلت طبعا اللعيبه خلاص دخلنا تريسبس دخلنا واخد بالك اللعيبه روحت ايه ده كابتن قال لهم ما حدش يتكلم خلاص تمام. كابتن جوهري كان بيقف على الميزان بنفسه لقينا الباب خبط اسامه نبيه يا اسامه طب شويه بس شويه رنجه كان المرتبان خلص بتاع الرنجه بس قال له خلاص حسين قال له رنجه ايه خلاص الكابتن كاله خلاص يلا بس بس يعني من المواقف الظريفه البطوله دي حصل فيها مواقف دراميه كتيره جدا ومواقف مش هقدر انسى برضو. بص يا كابتن اسامه فعلا اللي قال وراء كل رجل عظيم امراه ده بالشزار. انا في موقف اللي احنا اللي غلبنا فيه من المغرب لو تفتكروا ورجعنا احنا كنا متأهلين بس كنا عايزين نخش اول مجموعه ماتش المغرب خلانا ثاني مجموعه فرجعنا اللي خسرناه وقتها 1-0 1-0 مصطفى حاج فرجعنا الكابتن جوهري وشه اسود كلنا ما اعرفش ايه الياس اللي دخل جوانا ده مره واحده وخدنا بقى المدربين وقعدنا بقى نتمشى صحرا طبعا نتمشى خلاص رجعنا لان الكابتن جوهري قاعد في الصاله يا رجاله كنتوا فين؟ الوش اتغير والابتسامه وكنتوا فين؟ اللي حصل ايه بقى؟ مدام عنده كلمته قالت له انت زعلان ليه؟ انت لو كنت طلعت الاول كنت هتلعب المباراه بتاع الدور اللي قبل النهائي دي الساعه 4 والجو حر لعيبتك ما تستحملش. الماتش ده هتلعبه بالليل وتقدر تعمل فيه حاجه كويسه. ده مرات الكابتن جوهر هديته شويه شويه ايه ده كتيره جدا. كابتن جوهري القوه اللي انت شايفه ده كان رومانسي جدا خلي بالك وعمل لي مشاكل بالرومانسيه بتاعته دي والله. ورجعنا كابتن اسامه ادانا دفعه غير طبيعيه وجمع اللعيبه على العشاء كنا اتعشينا جمع اللعيبه على العشاء واحنا هنعمل ونساوي وقابلنا كوت ديفوار وكسبنا كوت ديفوار وبوركينا فاسو ولعبنا النهائي ووكاله المنتخب فعلا الاستقبال بقى دي من اللحظات اللي ما تنساهاش وانتوا راجعين بكاس البطوله واحنا راجعين الجماهير كلها وانتوا على الطياره نزلنا في مطار الغردقه عشان الرئيس اصر اللي هو يقابلنا بنفسه لقينا قال لك لا هننزل في مطار الاقصر عشان خاطر الرئيس كان بيفتتح
معرض الشباب والرياضه في الاستاد هيخلص ويطلع على المطار. نزلنا وقعدنا تقريبا حوالي نص ساعه وبعدين رحنا راجعين على احنا من واحنا في الطياره شايفين المنظر مش طبيعي. في ايه؟ طلع بقى مندوب رئاسه الجمهوريه بالاسماء فلان وفلان وفلان وفلان. نزلنا باب الطياره لقينا سياده الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضه والمشير طنطاوي ومصر كلها مستنيانا. استقبال غير طبيعي، فرحه غير طبيعيه، حتى واحد من الناس بيقول لي سياده الرئيس واقف على رجليه 12 دقيقه واقف مستني الطياره تنزل. واقف على رجليه 12 دقيقه. فالفرحه كانت ساعتها كمان كانت لو تفكر فاكر ضربه السحر كانت في الاقصر كانت قبليها. انا البطوله دي رجعت الفرحه تاني. احنا خرجنا من مطار القاهره للاوتيل تمام، خدناه في حوالي ساعتين وربع. الشارع مطار كله مليان. دي من اللحظات ما نقدرش ننساها يعني. واكيد يعني في حياه الكابتن علاء في لحظات حلوه ولحظات جميله، واحنا بنتكلم عن الذكريات الحلوه دي تعالى بقى نستكمل الذكريات مع الصور الحلوه اللي انا شفتها عند حضرتك. اتفضل اتفضل يا كابتن سامي اتفضل.